شركة ديالي في مستر جولد هو أنني بغيت نمثل المغرب في المحافل الفنية، وبطبيعة الحال نمثل المغرب فيما يخص الأعمال الاجتماعية والأعمال الخيرية، لأن الإنسان لما كيدير لقب خاصو يستحق اللقب بطبيعة الحال، وهذاك اللقب غيخول ليه باش أنه يكون عنده أحسن تمثيل. في نفس الوقت غيكون عندي فرصة بحكم أنني كنشتغل في عالم ديال الموضة، هذا اللقب يخوني أكثر أنني نزيد الشهرة، و بوكو با نخدم شي حاجة اللي هي بروفيسيونيل مهنية أكثر فأكثر، وإلا كتب لي أنني ندخل عالم السينما علاش لا. أنا قبل ما نشرح لك المعايير اللي خلاتني أنني نختار أو لا يختار، يتم الانتقاء ديالي من طرف اللجنة التحكيم اللي كانوا يعني مجموعة ديال الفنانين. الجمال هو ما كيتعلقش غير بالشكل فأكثر، بل هو كيتعلق بأشياء أخرى نقدر نقوله غير ملموسة، إلا ربطناها بالشخصية، ربطناها بالثقافة أو المستوى الفكري المعرفي. خاص يكون عندك واحد الرصيد لغوي، خاص يكون عندك واحد الحضور، يعني بزاف الحوايج اللي كتعبر على الجمال. كنعاود ناكد بان الجمال الخارجي ما كافيش، دونك الجمال كيتعلق بالثقافه اكثر. المحيط ديالي كيشجعني كيقول لي يا وليد عندك شي حاجه تقدر تعاونك، عندك يعني نقول لك بالفرنسيه كيقولوا لي وليد tu as un visage photogénique، يعني فوتوجينيك سيتادير كاين نوع ديال الجمال عندك، يعني بلا ما نهضروا على العينين ديالي، يعني عندهم واحد الكولور اللي هي اكسبسيونيل او لون استثنائي، ولكن كاين شي كاين واحد الجمال اللي كيشوفوا الناس الاخرين، لان المعيار ديال الجمال كيختلف من شخص الى اخر، ولكن الاكثر ديال الناس يعني ديما عندهم نفس المعيار يعني بالنسبه للجمال. اما الناس من بعيد كيحسب لهم ديال لي لونش، حتى الناس كيكونوا يعني حتى كيتقربوا مني او لا كيخلقوا معايا صداقات، وهنا فين كيكتشفوا بان راه عينيا. ما نقدرش نقول لك الايدول او المثل الاله ديالي، حيت مع كيف قلت لك قبل بان الجمال كيبقى حكر على النساء، لان المراه هي اللي كتزين اكثر، هي اللي كتهتم بالجمال ديالها. اما في حاليا يعني اكتوالمون ولاو الذكور كيهتموا بالشكل ديالهم، يعني حنا في 2019 قرب يعني غادخل الناس يعني تبدل الفكر، ما بقاش الناس كتهتم غير بالنساء بالشكل ديالها، بل الرجال اكثر. بحكم اني كنشتغل في عالم الموضه دونك كنحاول نهتم بالشكل ديالي، نكون بيان بريزونتي بيان ابيي، ولكن بالنسبه لي ايدون ما كاينش، لان بحكم ان هذا اللقب كان كيتخول ديما النساء اكثر من الرجال. من ناحيه ان الجمال ديالي ماشي غنحاول انني ندير نابليكي دي كريم ولا شي حاجه كوزميتيك، لا. بين الحوايج كنهتم باغ اكزومبل كندير رياضه، كندير سبور، كنحاول ناخذ الماء مزيان، نعس 8 سوايع يعني هكا باش نحافظ على نخوي راسي من المشاكل، لان حتى واحد ما خطاو المشاكل. كنشكر كاع الناس اللي ثقوا فيا وفريمون دفعوني وحفزوني باش انني نشارك، لان بعض المرات ما كتجيش غير ثقه في النفس، بل كتجي ثقه من الاخرين، لان لما كيثقوا فيك الناس اخرين كيزيدوك ثقه اكثر فاكثر. وبيان سور كنشكر كاع الناس اللي بغاو لي الخير، والناس اللي ديما واقفين معايا، والناس اللي ما عمرهم ما تخلوا عليا، والناس ديما كيعطوني فرص. هذه اجمل حاجه في الدنيا، والاكثر الاكثر هما الوالدين، الام ثم الام ثم الام ثم الام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.